اللي الله نعمل وكيل وما نمتنمين إنه بالعكس إن الفقر جينا على المنطقة أي بلادنا منطقة بس نتنمين على الشعب اللي خاننا وبعنا نيب وعشنا حصار كنا الخبز معفن كنا الحشيش وصرنا أكثر من فترة 3 شهور التصفر المزعج اللي كان عم يصير علينا قطع كل سبل الحياة فينا والتصعيد كان كبير كثير علينا الكل تخلى عنا وما حدا وقف معنا ضربونا بالصواريخ سكوت وضربونا بالصواريخ كثير ما خلوا شيء الا ضربونا ذبحونا كلياتنا وحاصرنا ما في داخل ولا شيء